وفي مداخلة هاتفية في خدمة إخبارية سابقة، أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر أن مصر حققت نجاحات أشادت بها المنظمات الدولية فيما يخص ملف الهجرة غير القانونية. كما لفتت السفيرة نائلة جبر إلى امتلاك مصر قانونا حول الهجرة غير القانونية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. مصر حققت نجاحات أشاد بها الجميع بالنسبة للتعامل بموضوعية مع هذه الجريمة، سواء كان أنها أسست لجنة الوطنية التنسيقية التابعة لرئيس الوزراء اللي بتشرف على وضع التشريعات والدراسات والاستراتيجيات والخطط، أيضا عندنا قانون، أول قانون في منطقة الشرق الأوسط حول الهجرة غير الشرعية بيعرف الجريمة ويضع العقوبات للمتاجرين بالبشر. أيضا غلظنا العقوبات سنة 22، عاملين صندوق للمهاجرين، وأيضا ربطنا زي ما قام مؤتمر روما أيضا بالربط ما بين الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. فمصر لها سياسة واضحة في هذا الخصوص، كنا حققنا نجاحات كبرى خصوصا في فترة ما قبل الكوفيد.